مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار أزمة الخدمات في الموصل رغم وعود الحكومة المتكررة برفع المعاناة عن الأهالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، حياك الله ومشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله، كيف تقيم ملف إعادة إعمار الموصل بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية؟ بعد 4 أو 5 سنوات من ما يسمى انتهاء عملية التحرير، نعم، أو ما يسمى عملية التحرير، لا زالت الموصل بأغلب أحيائها خصوصا الجانب الأيمن وبالأخص المدينة القديمة تشهد سوء خدمات وقلة خدمات من خدمات البلدية وخدمات المياه والمجاري والكهرباء. بعض الأزقة والشوارع في المدينة القديمة لا زالت مدينة أشباح ولم يعود إليها أهلها، لأنها ببساطة مدمرة كليا بسبب القصف العنيف الذي استخدمت فيه أعتى الأسلحة هناك، حيث استخدمت القوات الحكومية سياسة الأرض المحروقة أمام عمليات ما يسمى تحرير مدينة الموصل. نعم. طيب، هنا لماذا يتأخر ملف الإعمار أو الإعمار في المحافظة حتى الآن في ظل شكاوى مستمرة من قبل الأهالي من سوء الخدمات في الموصل كما ذكرت؟ مدينة الموصل نينوى وبالأخص الموصل مركز المدينة مهمش بعد عام 2003 بعد الاحتلال، مدينة مهمشة، المحافظون وعلى عددهم وآخرهم نجم الجبوري، نعم، يعزون هذا التلك وهذا التصوير إلى نقص الأموال المخصصة لهم من ميزانية الحكومة الفيدرالية في بغداد. طبعا على مرور السنوات الماضية لم تخصص الحكومة العراقية بكل ميزانية تجارية مبالغ كافية لترميم ما دمرته الحرب هناك، حيث الدمار في كل مكان، بل وعلى العكس تخصص الحكومة للمحافظات الجنوبية مبالغ طائلة وميزانيات تجارية طائلة، بينما تخصص لمحافظة نينوى نصف هذه المبالغ التي تذهب أغلبها لسياسيين فاسدين ومتنفذين ولا تذهب لعملية بناء أو عملية جلب خدمات للمواطنين، مما تبقى المشكلة ذاتها على حالها منذ 5 سنوات، والقضية يبدو أنها مسيسة نوعا ما. طيب، ليس خصوصا لبعد محافظة نينوى عن بغداد، ويبدو أن الفساد يضرب أطنابه في كل مرافق الدولة. نعم. هناك. طيب، في هذا الإطار يعني هل من هدف خفي يمكن قراءته ما بين السطور يقف وراء تكدير الحياة في الموصل وأهاليها هناك يعانون من استمرار سوء الخدمات، بنية تحتية مدمرة، أنقاض لم ترفع كما ذكروا في التقرير، حتى فرص عمل قليلة للشباب؟ ربما إهمال متعمد، خصوصا أن نينوى ومركزها الموصل يشكل خطر محدق بالنسبة للحكومة كما ترى هي. نعم. على مر الأزمان مدينة الموصل تؤرق، على مرور الحكومات والأحزاب والتوجهات هي تؤرق السلطة في بغداد. الإهمال والتجاهل والإقصاء والتهميش لا زال مستمر في الموصل، ربما بفعل فاعل، وربما حكومة بغداد لا تريد أن ترى مدينة الموصل وهي تنتعش من جديد. حكومة اكتفت بترميم بعض الشوارع الرئيسية على أنه إعمار، الحكومة لم تدخل لحد الآن، لم تنتشل عشرات الجثث تحت المباني بالمدينة القديمة. نعم. ربما هذا الإهمال وهذا الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه نينوى ربما له أهداف بعيدة، أولا أهداف ربما جغرافية، أهداف جغرافية، أهداف ديمغرافية، ربما أهداف سياسية، ربما أهداف يعني أخرى. يعني أيضا في هذه النقطة أستاذ يعني عبد الله، هناك من يرى أو يرى أن هناك عملية تغيير ديمغرافي لكنها تتم على مهل وببطء في المحافظة،
من خلال كما ذكرت استمرار سوء الحياة المعيشية في المحافظة، لمصلحة من هذا المشروع ترعاه الحكومة والميليشيات؟ الحكومة اكتشفت خطورة نينوى وخطورة ربما توجه أبناء نينوى والتوجه الفكري والتوجه ربما الثقافي، والآن هي تحاول تفكيك هذا المجتمع الموصلي، تبديل أضعاف النسيج الاجتماعي هناك، وربما تأتي بنازحين أو تأتي بمواطنين من أغلبية ونواحي مرتلة من الأقليات كالشبك وكالإيزيدية وكمن سهلينوى. هناك العديد كما تعلم مدينة الموصل أو محافظة نينوى يقتل فيها العديد من الأقليات. بعض المراقبين يرون أن العشرات من العوائل بدأت تشتري قطع أراضي وعقارات في مركز مدينة الموصل، وخصوصا في الجانب الأيمن، لأن الناس ليس لديها مبالغ مالية وليس لديها أموال لبناء بيوتها، بدأت ببيع أراضيها أو بيوتها المهدمة جراء الحرب الأخيرة، وأغلب المشترين وأغلب تجار العقار هم عناصر ميليشيات أو متنفذون. من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.